صباح الهنا. النهارده عامله لكم حاجه مختلفه شويه، هنطلع بره شويه نطاق رمضان. حلو بس مش رمضاني قوي، وممكن يكون رمضاني، ينفع الاثنين. هنعمل ايس كريم مستكة بالحلاوه الشعر، تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بجيب قالب زي قوالب الكيك اللي بنعمل فيهم الكيك، وبجيب اكياس نايلون بفتحها على الاخر وبحطها في قعر القالب عشان الايس كريم ما يلزقش ويبقى وانتوا بتقلبوه فيه مشكله. برش القعر بتاع القالب بفستق مطحون عشان لما نيجي نقلبه يبقى بس فيه لون وشكل حلو. وبروح بادئه احط الحلاوه الشعر، بروح رصاها ودايسه عليها. هجيب الايس كريم مستكة، بنجيبه من اي حته اي ماركه مفيش مشكله، المهم يكون حاجه طعم المستكة فيها حلو قوي. وبفرده زي ما انتوا شايفين كده كويس لايت، ما يبقى توزع في القالب كله وغطى الحلاوه اللي تحت. وبروح حاطه طبقه حلاوه شعر تانيه من فوق واوزعها كويس برده، واكبسها كده بايدي كويس عشان ابقى متاكده انها، بس ما اضغطش جامد قوي عشان الايس كريم ما يطلعش من الجناب، يعني بايد خفيفه قوي كده بطبطب عليها يعني. وادخله الفريزر، ويا ريت لو من قبلها بيوم بيبقى احسن كتير انه يتعمل قبلها بيوم عشان يمسك كويس قوي. يبقى الشكل كده اهو، بيطلع من الفريزر جامد جدا بقى، فبيبقى سهل في قلبه زي ما هنشوف دلوقتي هنقلبه ازاي. هقلب الايس كريم، بينزل على طول لان النايلون اللي موجود بيسهل نزوله، بيبقى النايلون لزق شويه بس لخه زي ما انتم شايفين بشده كده. والناحيه الثانيه نفس القصه، ببقى شداه جامد لغايه ما اضمن انه فك. لو في شويه فستق في اماكن مش موجوده بروح رشه زياده شويه، وزي ما انتم شايفين بيبقى قالب الايس كريم المستكة مفيش اسهل من كده.